تشير الإحصائيات إلى أنه حوالي 6 ملايين مواطن كندي بيعانوا من التهاب المفاصل، أي ما يعادل مواطن كندي واحد من أصل 5 مواطنين، ويتوقع أنه هالرقم يوصل ل 9 ملايين شخص، أي ما يعادل مواطن واحد من أصل 4 مواطنين مع حلول العام 2040. صحيح أنه هالأرقام ما بتمثل إلى جزء من تاريخ المرض، إلا أنها ممكن تساعدنا على تكوين فكرة عن التحدي اللي بيفرضه مرض التهاب المفاصل. اليوم ومع ضيفنا الاختصاصي بطب العائلي دكتور محمد غلاييني رح نسلط الضوء على مرض التهاب المفاصل ونعرف أكثر عن هالموضوع. نهارك سعيد دكتور محمد غلاييني. صباح النور ست سامية، إن شاء الله تكون بخير. الحمد لله كثير خير الله، إن شاء الله أنتو كمان. شكرا الحمد لله. اليوم بدنا نحكي عن التهاب المفاصل الأرتريت باللغة الفرنسية، وحابين هيك بالبداية تعطينا فكرة عن هالمرض هيدا. نعم، الأمراض المفاصل هي كتير ميكانيك، فلحتى نقدر نفهم شوي الأمراض المفاصل والتهابات المفاصل بدنا نتخيل نحن شو هو المفصل. المفصل هو عظمتين دائين ببعضهم وفي تحرك بيناتهم، هيدا هو المفصل. فنحن في عنا عظام بكل محلات الجسم بتعمل جوينت، بتعمل مفاصل، وهالأمراض هيدي بتصير au niveau de la jointure، يعني au niveau de l'articulation. فنحن إذا بناخد إكزامبل حتى نحكي عنه خلال الحلقة كلياتها، الركبة مثلا الجنو، فنحن عنا عظمة موجودة بمستوى الفخذ وعنا عظمة موجودة بمستوى الجنب تحت، وبين هالعظمتين في أندروا سورفاس أرتيكولار، محل ما هن بيبرموا على بعضهم، محل ما في كونتاكت بيناتهم، هيدي هي السورفاس أرتيكولار. نعم. هل سورفاس هيدي يعني بين كل عظمتين في كونتاكت بيناتهم، عنا دي كومبوزان السورفاس تبعت العظمة بتكون مغلفة بمادة لزجة هي الكارتيلاج، وهالكارتيلاج هيدا بحد من انه العظمة تحس على العظم اللي تحتها. العظم هو مثل الخشب، يعني التكستور تبعيته للعظم هو مثل الخشب، ففي حال ما كان فيها الكارتيلاج بين العظمتين المفصل بيكون عبارة عن عظمة عم تحس على عظمة، وهالشي بيعمل حرارة، ويعني احنا بنعرف اذا بتفركي عظمة على عظمة بتطلع خشبة على خشبة بيطلع نار. نعم. فإذا وجود هالكارتيلاج هيدا هو اللي بيحمي من الاحتكاك بيناتهم والحرارة يعني والوجع اللي ممكن يصير، وبالإضافة للكارتيلاج الموجود موجود زيت، يعني موجود ليكيد سينوفيال اللي هو زيت بقلب العظم بقلب المفصل لحتى كمان يساعد على الحركة الانسيابية بقلب المفصل، وهالشي كله بيكون مغلف بكبسول ارتيكولاري لتحافظ على هالمادة اللزجة اللي هو الليكيد سينوفيال بقلب المفصل لحتى ما يصير عنا أوجاع ولحتى المفصل يقدر يتحرك بطريقة سلسة. هلأ ببعض الأمراض بيكون عنا مشاكل بالكارتيلاج، يعني هالكارتيلاج اللي بيغلف العظمة بيهتري، وبهالحالة هي منكون عم نحكي عن أرتروز. وفي حالات بيكون الالتهاب هو بالكابسول اللي هي مغلفة هالسورفاس أرتيكولار، وبهالحالة هي منكون عم نحكي عن أرتريت، وهن هول أكتر حالتين لأمراض المفاصل. نعم، شو حلو هالتصوير هيدا فعلا، يعني بهالشرح اللي حضرتك عطيته دكتور غلاييني عطيتنا كمان كيف نفرق بين الأرتروز والأرتريت. هلا هن من نفس العيلة أو يعني فيها نعدهم من نفس العيلة التهاب المفاصل يعني الأرتريت والأرتروز؟ هلا الأرتروز يعتبر أن تيب دارتريت، لانه هو يعني نحن اذا بتلاحظوا بالميدسين اي شيء بيخلص بالايد انفلاماسيون التهاب، هو التهاب للعظم، فارنجيت التهاب للاذلاعين، برونشيت التهاب للبرونش. فالارتريت سي ان ارتيكولاسيون، ارتريت
التهاب للمفصل. فالأرتروز سيتان تيب دارتريت، لأنه الأرتروز كنا عم نقول إنه الأرتروز هو لما هالكارتيلاج بينمحى، فإذا العظم بيصير بيحف على العظم على بعضه، فبيعمل أرتريت، يعني بيعمل إنفلاماسيون دو لارتيكولاسيون. تانديك كو لي أرتريت بروبرمان ديت اللي نحن بنقول عنهم أرتريت سيستيميك ولا أرتريت سيبتيك، هو الالتهاب بوجود كارتيلاج طبيعي. يعني ممكن يكون عنا أرتريت من دون ما يكون عنا أرتروز، بس مش أكيد. ممكن يكون عنا أرتروز من دون ما يصير عنا أرتريت، فينا نقول أي. طيب اليوم شو اللي بيخلي، هل العمر هو العامل الوحيد اللي بيؤدي للإصابة بالأرتريت، وهل عنا نوع واحد من الأرتريت أو في أنواع بتبقى أشد خطورة من أنواع تانية؟ نعم، الأرتريت مثل ما قلنا بتكون رولية عادة لدي مالادي سيستيميك، يعني المفصل عم ينصاب وهو سنوي، يعني المرض هو منو بيور مرض بمفصل معين، بيكون عنا مرض مناعة مثلا، في أمراض مناعية منعرفها أكثر مثلا جلديا، مثلا في مرض جلدي اسمه بسورياسيس، في بعض الحالات بتكون أمراض مناعة مثل اللوبوس بسموه الزئبة يمكن، اللوبوس ببعض الحالات بيكون البوري أرتريت روماتويد، ببعض الحالات بيكون يعني في أمراض مناعية، بتكون أمراض بتأثر على الجسم كله، والمفصل بيكون واحد من الأعضاء اللي بيتأثر بهالأمراض هيدي. هيدي بتكون موجودة أنجناج، يعني عادة السيمبتوم ببلشوا على 20 سنة على 30 سنة، بس مثل ما عم نقول المفصل منو هو الأورجان الوحيد اللي عم يتأثر بهالمرض هيدا. هي أمراض بتعطي التهابات بعدة أعضاء من الجسم، والمفصل بيكون واحد منها، وبهالحالة هي بتكون الأتانت أناج كي بلوس بريكوس، يعني على 20-30 سنة. الأرتروز عادة بيجي على العمر المتقدم، يعني عادة بعد 50 سنة، لأنه هالمفصل بيكون اهترى، يعني بيكون الإنسان استعمله كتير لدرجة أنه هالكارتيلاج اللي بيغلف السيرفاس أرتيكولار اهترى، فصار العظم يحف على العظم وصار يعمل له هالأوجاع. نعم، هو على كثرة الاستعمال أو على قلة الاستعمال؟ سؤال عن جد جميل جدا، لأنه اثنين منهم منيح هني أون جنرال. هلأ نحن لما منقول أرتروز هو كتر الاستعمال، أكيد اللي بده يخلي الكارتيلاج ينمحى هو كتر الاستعمال أو الاستعمال بشكل خاطئ، يعني الإنسان الرياضي اللي بيعمل رياضة بالعكس بيخلي غضروفاته، ما الغضروف، الكارتيلاج لنقول، بيخلي الكارتيلاج عم يتوالد وعم يتجدد وعم يكون عنده إلاستيسيتي قوية، فالرياضة والحركة المستمرة هو شيء جيد بالنسبة للأرتروز. بس مثلا إنسان بيشتغل بالكونستركشن، فهو إنسان بيطلع سلالم كتير بينزل سلالم كتير هو وحامل أوزان، ولا مثلا بيستعمل مرتو بيكار، فإذا هو عم يضغط كتير، ولا هالمفصل هيدا عم يتخبط كتير، فبهالحالة هي هو بيستعمل مفاصله بشكل أسرع من ما لازم، وبهالحالة بتبين عنده الأرتروز أسرع من غيره. نعم، برك الحركات المتكررة دكتور؟ هلأ بنرجع، يعني الحركات المتكررة إذا منا زايدة عن الطبيعي منو شي بيزعج، يعني إذا إنسان بيطلع بيركض الركض شي جيد جدا وما بيخلي الإنسان يصير معه أرتروز بيركبه أون جنرال، بس مثلا إنسان بيعمل بادي بيلدينج، يعني بيحمل أوزان طويلة، بيعمل رياضة بادي بيلدينج، بيحمل أوزان طويلة أو بيرفع أوزان طويلة بإجري، أكيد بيكون عم يهري مفاصله على بطريقة أسرع بكتير. نحن عادة الأرتروز منقول إنه إليا تروا كوز برينسيبال، ميكانيك مثل ما نحن عم نقول، يعني أي شيء عم يضغط بشكل زايد على المفاصل. الطبيعي هو شيء منيح لأنه بالعكس بيخليهم فيابل، بس لما منكون عم نحمل المفصل أكتر ما بيتحمل هيدا الشيء اللي منه منيح. تاني كوز هي جينيتيك، يعني احنا منعرف انه أنواع الكارتيلاج بتختلف من إنسان لإنسان، في ناس عندهم كارتيلاج كتير ريزيستان وقوي وبيضاين كتير،
وسميك، وفي ناس بيكون عندهم كارتيلاج ناعم ومنس وفراجيل. والسبب الثالث منقول كمان الهرمونات، لأنه نحن بنعرف أنه المرأة من بعد عمر المينوبول عندها ريسك تعمل أرتروز أكتر، فنحن بنعرف أنه الهرمونات بتأثر كمان على الميتابوليزم تبع الكارتيلاج بقلب المفصل. طيب تنرجع هون شوي للأرتريت، لأنه حضرتك قلت في عدة أنواع، أوقات بيبقوا أمراض مناعة ذاتية مثل اللوبوس أو الدقبي، مثل البسورياسيس أو الصدفية. هل اليوم إذا شخص عنده صدفية هل هيدا بيعني أنه عنده أرتريت بمفاصل جسمه، أو أكثر عرضة للإصابة بالأرتريت بالمفاصل، بالتهاب المفاصل؟ نعم أكيد، لما الإنسان بيكون عنده مرض مناعة وهالمرض المناعة عنده possibility أنه يضرب الارتيكولاسيون تبعت الإنسان، هالإنسان عنده ريسك أكثر من غيره. بس ما كل أمراض المناعة بتعطي ديزاتانت أرتيكولار، يعني سواء اللوبوس سواء البسورياسيس سواء البوليارتريت روماتويد الجوجرو الكريست يعني الأمراض كثيرة، هي أمراض مناعة زايدة. ممكن إنسان يكون مؤثر بمستوى الكلاوي أكثر من الجلد، ممكن حدا يكون مؤثر بمستوى الجلد أكثر من المفاصل، ممكن حدا يتأثر بالمفصل أكثر من غيره. بس مثل ما قلنا هي أمراض مناعية بتصيب كتير أورغان بالجسم، ومن بين هالأورغان هيدا في المفاصل اللي ممكن تتأثر بهالمرض هيدا. وما بدنا ننسى أنه في أرتريت سيبتيك، الأرتريت سيبتيك هي لما بتكون جرثومة عاملة التهاب بقلب المفصل، يعني ببعض الحالات الإنسان بينجرح بشي أو بيكون مريض بشي معين، وهالجرثومة بتفوت على الدم ومن الدم بتوصل للمفصل وبتعمل التهاب بقلب المفصل. فكمان عنا ديزارتريت سيبتيك. طيب هون التشخيص كيف بيصير؟ يعني أو خلينا نقول قبل عن الأعراض، هل أعراض الأرتروز ممكن بتتشابه مع أعراض الأرتريت؟ فينا يعني نخلط بيناتهم أو كل أعراض على حدا ممكن الفصل بينه؟ نعم، مثل ما قلنا الأرتروز عادة بيبين مع العمر، يعني بيبين بعد 50 سنة، وعادة الأرتروز هي دولار كي كرونيك كي بروغريسيف، يعني بتبلش بأنه الإنسان بيحس ركبته عم توجعه من وقت لوقت، ما دام على طول عم نحكي على الركبة بيحس أنه ركبته، بس ممكن يكون الظهر، ممكن يكون صابع الإيدين. فالإنسان بيحس أنه حس بوجع بعد مشية طويلة، بيحس بوجع بيجي بيروح. عادة الارتيكولاسيون ما بتتأثر، يعني خلال الأرتروز لأنه هو عبارة عن استعمال، لأنه هو ناتورال، يعني سين بروغريسيون ناتورال للارتيكولاسيون، ما بيكون في كتير سيني على المفصل بحد ذاته. يعني الإنسان بيحس بوجع بس ما بيكون منفوخ، ما بيكون أحمر، ما بيكون سخن، ما بيكون ملتهب. طالما بالحالة الأرتريت لا، المفصل ما في بالعادة أنه هالإنسان يكون عنده وجع وفجأة بيلتهب، يعني بيكون أحمر، بيكون ساخن، بيكون يعني بتضقر الجلد بيوجع، لأنه مثل ما قلنا بالأرتريت عادة الالتهاب بيكون أونيفو دو تيسو كونجونكتيف، يعني هالغشاء اللي داير مدار المفصل هو اللي ملتهب. طالما الأرتروز الكارتيلاج ما عاد موجود، فعظم عم يحف على العظم عم يعمل هالوجع هيدا. مريض الأرتريت من لما بيفيق الصبح بيكون المفصل عم يوجعه ومنه قادر يحركه. مريض الأرتروز بيفيق الصبح ما في وجع كتير، بس آخر النهار من بعد ما يستعمل المفصل ببلش يحس الوجع بمفصله. يعني أول شيء اللاج أبيتوالمان لا بلوبار دي زارتريت بتبلش بعمر جان، يعني أنا لما بيجي لعندي مريض فجأة المفصل تبعه أحمر وملتهب وعم يوجعه جو سوي بلوس ان فافير دون أرتريت. تاندي لما بيجي لعندي إنسان بعد 50 سنة بيقلي صار لي زمان عم توجعني أنا ركبتي وهلأ مؤخرا صاير الوجع أكتر بكتير، جو سوي بلوس ان فافير دون أرتروز. وأكيد نحن في دي تيست اللي بنعملهم، يعني فينا نطلب يعني أسهل تيست هو الإكس راي، والإكس راي بتورجينا دي سيني أنفافار دو الأرتروز، وبتورجينا أوقات دي سيني أنفافار دو الأرتريت.
وفي فحوصات تانية قادرين نعملها للمناعة في حال نحن شكينا بالمناعة، ممكن نطلب فحوصات دم، ببعض الحالات ممكن ناخد سامبل من من المي اللي موجود بقلب المفصل كمان حتى نقدر نعمل دراسات ونعرف شو هو. نعم. ممكن يكونوا عم بتشخص عم تطلب الفحوصات لتشخيص الأرتريت وتكتشفوا مرض تاني مثلا ما كان مبين؟ أكيد يعني ممكن اثنين يكونوا موجودين بنفس الوقت، ممكن هالإنسان هيدا عنده أرتروز مثلا، هالشخص اللي عمره 50 ولا 55 سنة عم يجي يقلنا أنه نحن عنا مثلا وجع، عندي وجع بركبتي، نعمل الصور يبين أنه عن جد في أرتروز، وبعد بفترة تنفخ ركبته، تلتهب ركبته، تصير حمراء وتصير سخنة، بناخد منها ليكيد نحن وبنبعته للتحليل، وممكن نلاقي انه في كريستلز جوا، يعني في مثل املاح، في كمان ديزارتريت كريستالين، يعني مثل الجوت، مرض الجوت، ولا في امراض، فممكن نلاقي انه هو بالاضافة للارتروز عنده ارتريت بالاضافة. اكيد يعني ممكن تجتمع أكثر من قبل ما ينتهي وقتنا. العلاجات اليوم دكتور فعالي الموجودة حاليا إن كان للأرتروز أو للأرتريت، وحاليا عم نسمع بيعملوا أبر الكورتيزون أو الأسيد إيالورونيك. صحيح، العلاج تبع الأرتريت أكيد هو علاج سيستميك عادة، يعني نحن بدنا نوقف هالمرض السيستميك اللي هو مناعة زايدة لحتى نقدر نحمي المفصل منه. طالما بالأرتروز العلاج هو للمفصل ذاته، بيقولوا أحسن علاج هو الوقاية، فنحن الوقاية مثل ما كنا عم نقول أنه الإنسان يكون عنده healthy lifestyle، يعني يكون عم يعمل رياضة خفيفة ناعمة عطول، هالشي بيحمي من الأرتروز. والشغلة الثانية الوزن، الوزن مهم جدا بقصة الأرتروز، لأن نحن عم نقول هالمفصل هو بده يعني الكارتيلاج بالمفصل بده يهتري على حسب نحن قدام نحط عليه ضغط، فإذا الإنسان بده يحاول يحافظ على وزن صحي لحتى يحمي مفاصله، هيدي باللايف ستايل. بالنسبة للوجع يعني بس يصير الإنسان اهترى هالكارتيلاج عنده وصار كل ما يحرك هالمفصل العظم عم يحس على العظم وعم يعمل له وجع، اكيد اون كومونس بار لي تريتمون يلي هن الاسهل، يعني هو انه ياخذ ادويه بتمه، منبلش بالتيلينول ومن والادفل، وفي ادويه تانية بيقدر ياخذها زياده عن التيلينول والادفل، هيدا لنحافظ على الوجع. وفي يعمل فيزيوثيرابي كمان، مساج، ارغوثيرابي، يستعمل عصا يعكز عليها لحتى ما يستعمل كتير هالمفصل تبعه، وبلس يعني أكتر من هيك لما هيدا كله ما بيعود ينفع فينا نعمل إبر، منحط برودوي بقلب المفصل لحتى نخفف الالتهاب ونخفف الوجع. فينا نستعمل الكورتيزون، الكورتيزون عنده مفعول ضد الالتهاب وضد الوجع، وفينا نستعمل الفيسكو سوبليانس اللي هو السان فيسك مثلا، هيدول دي برودوي يعني جداد بالسوق، لما نقول جداد يعني 10 سنين وأكثر، هن عبارة عن زيوت سينتيتيك اصطناعية منحطها بقلب المفصل لحتى نغلف هالمكان بالمفصل اللي ما عاد فيه كارتيلاج لحتى ما يعود يحف على العظم اللي تحته. وآخر الحلول، الحلول الجذرية يعني هي الجراحة، والجراحة منغير المفصل، يعني منحط بلاك حديد محل ما العظمتين بيدقوا ببعض، منحط بلاك حديد للأولى والثانية وبيصير حديد على حديد، ما بيعود الإنسان بيحس بوجع بهالحالة هيدي. بالنسبة للعلاجات دكتور، إذا شخص نحسب اليوم عمره 55 سنة، في دل إذا عاش ل 80 84 85 سنة، في دل يستعمل نفس العلاجات إن كان كورتيزون أو الدواء العلاج الثاني؟ 100% يعني هلأ نحن مثلا لنقول أنا عندي شخص السيد غير بالعمر، يعني عم نقول 50 سنة وإجا لعندي لأنه عنده أرتروز بركبه، أول شيء بقول له يحاول يخسر وزن، لأنه كل كيلو الإنسان بيخسره بجسمه هو عم يخسره ضرب اثنين على كل ركبة، لأن نحن لما بنمشي الوزن كله بيروح على أجر، بيرجع الوزن كله بيروح على أجر واحدة، فإذا كل كيلو بيخسره هالإنسان عم يخفف عن ركبته كتير.
بعدين أنا بعطيه أدوية لحتى خفف له الوجع ومنشوف كيف الوضع معه. شغلة تانية منطلب أنه يعمل فيزيوثيرابي، لأنه كمان ببعض الحالات البوستير تبعيته للإنسان منا كتير منيحة. فإذا الركبة بدل ما تكون موجودة بالنص تماما، يعني المفصل يكون الوزن عم ينزل بالنص تماما، ممكن الوزن يكون رايح أكتر على اليمين ولا رايح أكتر على الشمال. فإذا هيدي مناطق عم تهتري أسرع من ما لازم. فبالفيزيوثيرابي لما منقوي له عضلات معينة منرجع منجيب المفصل للنص، وبهالحالة هيدي بيخف الحف بين هالمناطق اللي اهترى فيها الكارتيلاج. إذا قدرنا نسحب معه بس بهالأشياء هيدي لعمر 80 والتسعين بيكون كتير منيح. في حال هالأشياء هيدي في حال هالأشياء هيدي ما ساعدته، بدنا ننتقل لأشياء تانية. ممكن نعمل له إبرة كورتيزون. هلأ إبرة الكورتيزون ما بترجع كارتيلاج ولا بتصلح اللي صار، هي بتعطيه فترة من الراحة، نون دولار من الراحة. ممكن تتمد 3 شهور، 6 شهور، سنة، سنتين. ممكن خلال الإبرة اللي أخده يحسن بأشياء بحياته، ما ترجع تجي الأرتروز، وجع الأرتروز ما يرجع يجي أبدا بالمستقبل. وممكن ما يغير شيء بحياته، بل العكس يلاقي انه هو تحسن على الإبرة، يقوم يدله مثلا ياكل أكتر، يزيد وزنه أكتر، بعد 3-4 أشهر يرجع يجي لعندي اللي راح مفعول الإبرة، فينا نرجع نعمل له إبرة تاني. ومثل ما قلنا الحالات المتقدمة اللي الإبرة تبعت الكورتيزون ما بتعود تنفع أكثر من 3-4 أشهر منحول المريض عند جراح، وساعتها بهالحالة وصلنا لحالة البروتاز، يعني بدنا نركب مفصل اصطناعي محل المفصل الطبيعي. يعني للأسف دكتور وقتنا انتهى وعم ناخد من وقتك كمان، بتحب تضيف شيء قبل ما ننهي لقاءنا اليوم؟ والله أنا حابب نوه على شغلة. عم نشوف نحن حالات من أوجاع المفاصل أكثر وأكثر مؤخرا عند الشباب، لا هي أرتريت ولا هي أرتروز. وبتصور يعني حتى علميا يعني سيبا اون انتيتي أبار، بس أنا اللي بشوفه هي سبب السيدانتاريتي، الخمول. يعني بتلاقي شباب قلة الحركة، نعم شباب بيجوا لعنا عندهم مشاكل، عندهم أوجاع بمفاصلهم، بتعملي فحوصات بتعملي كله بيطلع طبيعي. أنا برأيي إنه السبب هو السيدانتاريتي وقلة استعمال هالمفاصل هيدي. هالشي أنا يعني مثل ما قلنا نحن الصورة اللي رسمناها إنه نحن عنا هالمفصل من عضمتين بيتحركوا، في عضلات بتخلي هالمفصل يتحرك. فلما هالناس ما عم تحرك مفصله، أول شيء العضل عم يصير ضعيف، فلما هو عم يحتاج بيوم من الأيام يحركوا لهالعضل يحركوا لهالمفصل، عضلاته عم تتعب. لما هو ما بيستعملوا لهالمفصل، المفصل بيخف إفرازه للليكيد سينوفيال، للزيت اللي نحن عم نحكي عنه اللي هو بيحمي لهالمفصل هيدا. الكبسول اللي هي بتغلف هالمفصل بتصير ناشفة، بتفقد ليونتها. يعني أكيد مفصله لهالإنسان بيصير إلي بوكو بلوس فراجيل، يعني مجرد ما أنه يمشي أكتر ما هو متعود يمشي بيعمل له وجع بمفاصله. إذا بيوم من الأيام حمل أكتر من ما هو متعود يحمل، هالشي بيعمل له وجع بمفاصله. فأنا أعتقد أنه اليوم أسوأ آفة على المجتمع الحديث اللي نحن عايشين فيه هو الخمول. وإذا عندي نصيحة للعالم أنه عن جد يعملوا رياضة، يتحركوا، الحركة بركة، والخمول بيؤدي لأمراض كتير، منا أوجاع المفاصل، منا الأوبيزيتي، منا السكري، منا الكانسر، منا أمراض القلب. فلازم الإنسان يتحرك، بس ما لازم يقصى على مفاصل. دكتور عم نتلقى كتير عبر الواتساب رسائل، عم يطلبوا رقم التليفون، رقم تليفون فين يتواصلوا معك من خلاله، أو ما بعرف إذا ممكن هالشي أو غير ممكن. العيادة هي يعني الكلينيك مونك، نحن بمنطقة فيليمار بفيردان،
رقم العيادة موجود أونلاين، يعني إذا بيحطوا كلينيك ميديكال مونك ولا يحطوا دكتور غلايين بتطلع لهم رقم العيادة، فيهم يتصلوا بالريسبسيون تبعت العيادة. أنا عندي يعني أنا عندي سو سبيسياليتي بالإنفلتراسيون، ماني عم أعمل دعاية أبدا، إنه أنا سو سبيسياليزي بالإنفلتراسيون سو إيكوغرافي. أنا بعمل إنفلتراسيون بالإيكوغرافي بالمفاصل للمرضى اللي عنا بالعيادة، ويعني إن شاء الله ما حدا يحتاجني، بس في حال في حدا بحاجة يتصل بالعيادة وإن شاء الله نقدر نساعده. شكرا لك الاختصاصي بطب العائلة الدكتور محمد غلاييني، بتمنى لك بقية نهار ممتعة، ومرة تانية شكري كتير كبير لحضرتك. تسلمي ست سامية، نهارك زين. الله معك.